جبار وعرفه، يريد يضرب راس براس. هو من زمان حاكيه، يقول أنا ما خلي عزيز على قلبي. بس هيك راح يخسر ناسه. لا بالعكس، هو يريد الدولة والحزب يتنافسون على خدمته. يعني ما تفتهم، قل لي هذا طنطة الجني عفريت فهمني. لك بابا، هذا جبار فد واحد حيه، بس من يريدك تشوفه أرنب يخليك تقتنع وتشوفه أرنب وتطمئن له، ومجرد تطمئن له يروح يلدغك. يعني شنون؟ يعني حظنا وقعنا ويا هيك واحد نخدم بيه ونطيعه ونطيع أوامره وبعدين يقلب علينا؟ لا، القصة لها علاقة برياض عبد الله. جبار ضاج من مشروعه وانطى الضوء الأخضر للجماعة حتى يشتغلونه. يعني رياض مبلغ علينا؟ يمكن إيه، لأن هو ضاج من وقف مشروعه، ويمكن لا. بس ياسر وأدهم جابوه يشهد غصبا عليه حتى يوقعونه. إلهي ليش يصير بينا؟ تدري ماهر، تدري أنا قمت ما أعرف عدوي من صديقي؟ إيه بس أنا ما راح أسكت، وبس الموت يسكتني. انتظر بس أشوف إيش راح أسوي. ألو مرحبا، بلغ دولة الرئيس المهمة تمت بنجاح. نعم، خلينا البزون تركض ورا الفيران وكلهن طبا للمصيدة، وطردنا البزون والفيران طلعناهن مرة ثانية. تحياتي. عاشت ايدك ميثم، عاشت ايدك. دولتك انا رتبت كل شيء، بس ما قلت لي الايام الجايه وين تحب تقضيها، يعني اقصد بعد الزواج وين تحب تروح؟ راح ابقى ببيتي، يعني قابل راح اروح شهر عسل. بس لازم شويه تبتعد عن هذا الجو. فرحتي وياها، ما محتاج اسافر حتى افرح. اذا تسمح لي دولتك، انا عبالي الرؤساء مو كل شيء يهتمون بالمشاعر. صح. عجيبة دولة، شكبرها بشعبها بجيشها بوزاراتها، سيطرت عليها بيوم وليلة وقعدت تشكلها بكيفي شلون ما أريد، وتالي تجي لك وحدة وحدة بس ما تعرف شلون تتعامل وياها. لو ما تعرف شو تسوي حتى ترضيها، والأغرب أنك ما قادر تسيطر عليها. والأعظم من هذا، أنت بديت حتى بحكمك وقراراتك تسوي الشغلات اللي تعجبها هي. رنا، هاي رنا اللي عفتها وطلقتها، معقولة يدور الزمن ويجي اليوم اللي أعوف الرئاسة وفكر بيها؟